كلمة الدكتور مشعل بن فهد السلمي رئيس البرلمان العربي والجلسة العامة للبرلمان العربي. موافقة على طلب الحماية الدولية، وهذا ما دعونا إليه من خلال الرسالة التي أرسلناها لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن. صاحب المعالي الأمين العام للجامعة، أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي الحضور الكريم، لقد أثمرت أعمال وجهود البرلمان العربي خلال دورة الانعقاد عن صدور العديد من الوثائق وخطط العمل، في مقدمتها الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، والتقرير الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي، وخطط العمل الثلاث الخاصة بفلسطين، وخطة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعي للإرهاب، وخطة دعم الدول العربية الأقل نمواً. ويعمل البرلمان العربي الآن على إصدار تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وتقرير للحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، كما يتم التحضير لإصدار 5 قوانين استرشادية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وحفظ الآثار العربية وشبكة أمان اجتماعي عربي وتحقيق الأمن الغذائي العربي وجذب رؤوس الأموال العربية داخل العالم العربي. كما قام البرلمان العربي بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية من خلال توثيق العلاقات وتعزيزها مع الاتحاد البرلماني الدولي، وبناء شراكات قوية مع البرلمانات الإقليمية المماثلة، أثمرت عن تبني الاتحاد البرلماني الدولي مقترح رئيس البرلمان العربي بشأن إنشاء المنتدى الدولي للبرلمانات الإقليمية، وتم البدء في التحضير لعقد هذا المنتدى، سوف يعقد في المكسيك قريبا. وإذ ننهي دورا الانعقاد، فإننا نحمل معنا ملفات وتحديات دسام لا زالت تعصف بعالمنا العربي، وستكون على أولويات جدول أعمالنا في دور الانعقاد القادم، وسنستمر في استثمار الدور المتصاعد للدبلوماسية البرلمانية العربية للتصدي لكل من يحاول إضعاف الموقف العربي الموحد، والوقوف ضد كل من يدبر مؤامرات وإثارة فتن بين أبناء الأمة العربية، والمخططات الخبيثة والمغرضة والمدفوعة من قوى إقليمية ودولية. وسوف ندعم المبادرات العربية لمساندة الدول العربية لبعضها البعض. وفي هذا الإطار أوجه تحية إعزاز وتقدير وشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للقمة العربية، الذي بادر بالدعوة لعقد اجتماع لتقديم الدعم المطلوب للمملكة الأردنية الهاشمية. والشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة ولدولة الكويت لاستجابتهم السريعة وتقديم الدعم المطلوب لمساعدة الأردن. كما نشكرهم أيضا على تقديم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي بمملكة البحرين. صاحب المعالي الأمين العام، أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي الحضور الكريم، نؤكد تمسك البرلمان العربي بالحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض دولنا العربية، باعتباره الحل الأنجع لهذه الأزمات، بدءا من الصراع في سوريا تلبية لتطلعات الشعب السوري والحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وعروبتها. ونطالب النظام السوري ودولتي روسيا وإيران باحترام منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا، ونحملهم المسؤولية الكاملة لما يترتب على خرق منطقة التصعيد. كما ندعم دولة العراق، ونتطلع أن تفضي الانتخابات التي جرت مؤخرا فيها في تفعيل الحوار والمصالحة والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي. كما نعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى تسوية سياسية تضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها. كما نعلن البدء في تنفيذ خطة البرلمان العربي لرفع اسم دولة السودان
من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي شهدت مشاركة وفد رفيع المستوى عن جمهورية السودان برئاسة صاحب المعالي وزير الدولة بوزارة الخارجية أسامة فيصل، وهي معروضة أمامكم اليوم للاعتماد إن شاء الله. كما نجدد الالتزام بدعم الشرعية الدستورية بجمهورية اليمن، ونراقب عن كثب تطورات الوضع في الحديدة، مؤكدين دعمنا لقوات التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن والتصدي لما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني من اعتداءات على الشعب اليمني وعلى دول الجوار اليمني من خلال إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية الصنع، الأمر الذي يمثل تهديداً للأمن القومي العربي والإقليمي. ولا يسعني في الختام إلا أن أتوجه لكم أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على جهودكم السامية وأعمالكم النبيلة خدمة للأمة العربية، مثمنا عاليا ما تحقق من إنجازات في هذه السنة البرلمانية، ومتطلعين لمزيد من التطوير والعمل في دور الانعقاد القادم. وأشكر الأمانة العامة للبرلمان العربي على العمل المتواصل الذي تقوم به وما بذلته من جهود مقدرة خلال هذه الدورة، كما أتوجب الشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعلى رأسها معالي الأمين العام على تعاونهم مع البرلمان العربي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمتنا العربية عزيزة وآمنة وشامخة، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة الآن لصاحب المعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط. شكرا جزيلا سيادة الرئيس. سيادة الرئيس دكتور مشعل، السيدات والسادة أعضاء البرلمان العربي، يسعدني حقيقة أن أرحب بكم جميعا في رحاب الجامعة العربية اليوم، ولعل التهنئة بعقد هذه الاجتماعات لكم تأتي متأخرة بعض الشيء، حيث كنت في جولة بدأت بزيارة للمغرب ثم لنواكشوط في موريتانيا للمشاركة في القمة العربية القمة الإفريقية، وأخيرا في المملكة العربية السعودية لحضور اللجنة العليا للتنسيق في المنظومة العربية. وبالتالي أرحب بكم في رحاب هذا المقر بيت العرب، وأثق أن جلساتكم سوف تلمس كافة جوانب الواقع العربي مثلما رأينا واستمعنا لحديث الدكتور مشعل. فأنتم صوت الشعوب العربية المعبرون عن طموحاتها وهمومها، والعلاقة بينكم وبين الحكومات هي في نهاية الأمر علاقة شراكة كاملة وتضافر في الجهد من أجل رفاهية الشعوب. ودوركم في منظومة العمل المشترك جوهري، لأن هذه المنظومة لا يمكن ولا ينبغي لها أن تكون قاصرة على الجانب الرسمي وحده، وإنما لابد أن يكون للشعوب فيها صوت مؤثر وفعال ومسموع. نعرف جميعا أن القضايا التي تواجه الأمة في السنوات الأخيرة ضاغطة وخطيرة، فما من شك في أن العديد من بلداننا لا يعيش ظروفا عادية، وإنما حالة من الأزمة، مع التفاوت في حدة هذه الأزمات ومدى اتساعها وخطورتها. وفي كل الأحوال فإن الأزمات لا تبقى محصورة في دولة أو إقليم جغرافي بعينه، وإنما تنعكس أثارها وتبعاتها على العالم العربي بمختلف شعوبه وعلى صورته لدى العالم الخارجي وقدرته على حشد طاقاته وموارده من أجل البناء للتنمية. وبرغم اتساع مساحة الأزمة وتعقد مسارات الحل وتفاقم الكلفة البشرية والمادية لاستمرار هذه الصراعات في بعض دولنا،
فضلا عن التحديات الأمنية الخطيرة التي ما زال يشكلها الإرهاب على استقرار المنطقة، فإنني أود أن أغتنم فرصة مشاركتي في هذه الجلسة الأخيرة لاجتماعاتكم لأسلط الضوء مجددا على التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية في هذا المنعطف الحاسم. إن من يظن أن الأزمات العربية هي فرصة لتمييع القضية الفلسطينية أو التغطية عليها أو تصفيتها مخطئ في قراءة المشهد ومخطئ في فهم الرأي العام العربي. القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، ولكنها قضية العرب، نحن جميعا، هذه هي قضيتنا كل العرب، وستبقى كذلك إلى أن يجد هذا الصراع التاريخي حله العادل والشامل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتواجه الدبلوماسية العربية حقيقة تحديا بالتصدي للهجمة الخطيرة التي تتعرض لها هذه القضية الفلسطينية منذ إعلان الإدارة الأمريكية عن قرار أحادي الجانب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. لقد تخلى الجانب الأمريكي بهذا القرار وغيره من الإجراءات الأحادية عن حياده إزاء النزاع الأطول أمدا في المنطقة، بل صارت الولايات المتحدة جزءا من المشكلة بدلا من أن تكون جسرا إلى الحل. وأسهم عدد من القرارات الأمريكية المتتالية في إيصال رسالة للجانب الفلسطيني والعربي بأن الولايات المتحدة لا تعبأ بقضية الفلسطينيين ولا تأبه لمعاناتهم الممتدة، حتى أنها لم تجد غضاضة في تقليص إسهامها في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من 350 مليون دولار سنويا إلى 60 مليون دولار سنويا، وهو ما يهدد معيشة ما يقرب من 6 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون على الوكالة في معاشتهم داخل الأراضي المحتلة وفي دول الجوار العربي، فضلا عن 500,000 طفل فلسطيني قد لا يستطيعون مواصلة تعليمهم في سبتمبر القادم إن بقي الوضع على حاله. ويكفي أن نتأمل الوضع في قطاع غزة المحتل المحاصر من دولة الاحتلال منذ 12 عاما لندرك أن انفجار الأمور صار احتمالا واردا في كل لحظة. لقد علمنا الشعب الفلسطيني دوما أنه عصي على الانحناء، غير قابل للتطويع أو الإخضاع، وها هم الفلسطينيون يقدمون عشرات الشهداء في يوم افتتاح السفارة المشؤوم ليعرف العالم الوجه الحقيقي للاحتلال البغيض الذي لن يستطيع إخفائه مهما حاول تجميل الصورة. ومنذ مظاهرات يوم الأرض في 30 مارس الماضي وإلى اليوم حصدت آلة البطش والعدوان الإسرائيلية ما يربو على 135 شهيدا، وتجري الجامعة العربية في هذه الأثناء والاتصالات اللازمة من أجل الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة المحتل منذ 30 مارس الأخير. إن الدول العربية تخوض معركة حقيقية على الصعيد الدبلوماسي من أجل تثبيت الحق الفلسطيني وضمان أن يبقى القرار الأمريكي معزولا وغير قابل للتكرار أو الاستنساخ. وقد نجح الجانب العربي في استصدار قرار هام من الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يونيو الأخير في شأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهو القرار الأول من نوعه في هذا الباب، ويعد استكمالا للقرار الذي كانت الجمعية العامة قد اعتمدته في ديسمبر الماضي في شأن القدس. إن الإجماع العالمي برغم ضغوط مكشوفة تمارس هنا وهناك ما زال صلبا وكاسحا في تأييد الفلسطينيين. لقد صوت على قرار الجمعية العامة في ديسمبر 128 دولة، وعلى قرار يونيو الماضي 120 دولة،
ومع ذلك فإننا لا ينبغي أن نغفل عن ثغرات ينفذ منها الخصوم ليشقوا وحدة الصف ويضربوا قوة الإجماع. وهناك دول نراقب أنماط تصويتها على هذه القرارات، ونلمس في مواقفها قدرا من التراجع أو التخاذل. وليس سرا أن 45 دولة امتنعت عن التصويت على قرار توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في يونيو. واغتنم هذه الفرصة لأناشد جمعكم الكريم العمل بكل طريق على التواصل برلمانيا مع هذه الدول، سواء تلك التي تتعرض لضغوط لتغيير مواقفها أو تلك التي تبدي النية لاستنساخ الخطوة الأمريكية غير القانونية بنقل السفارة إلى القدس. من ناحية أخرى أقول لكم أنكم فعلا تعملون معنا في اتساق كامل، وهناك مراسلات دائمة بيني وبين رئيس البرلمان نسعى من خلالها لتغيير أنماط هذه التصويتات لهذه الدول 45. إن دور البرلمانات حيوي في التأثير على الحكومات، ونعتبر أن البرلمان العربي ذراع رئيسية لمنظومة العمل العربي، ونعول كثيرا على دوره في إيصال الصوت العربي إلى الفاعليات التمثيلية والشعبية والمجتمعية في مختلف دول العالم. ونعرف أن عددا من البرلمانات في دول مختلفة قد بادرت إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. مرة أخرى أناشدكم اليوم بالعمل على توسيع دائرة الاعتراف هذه، والتأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وأنه لا سلام من دون دولة فلسطينية مستقلة، ولا دولة فلسطينية من دون القدس. هذا يقيننا جميعا، وتلك هي كلمتنا الموحدة التي ينبغي أن يستمع لها العالم بغض النظر عن الخطط التي يجري ترتيبها أو المشروعات التي يسعى البعض للترويج لها. سيادة الرئيس، لقد آثرت أن أقصر حديثي أمامكم اليوم على القضية الفلسطينية، عارفا بأن الأجندة العربية مزدحمة بالقضايا والأزمات وعامرة بالمبادرات والتحديات التي سوف تتطرقون أو تطرقتم إليها في مناقشاتكم في خلال الأيام الأخيرة، غير أن يقيني أنكم تشاركونني الرأي في أن هذه القضية، وهي قضيتنا جميعا مرة أخرى، تمر بلحظة حاسمة تتطلب منا يقظة كاملة وعملا متضافرا وجهدا متواصلا لا أظن أنكم تبخلون به أو تقصرون فيه. أتمنى لأعمال البرلمان العربي دائما التوفيق والصواب في الرأي والعمل. لكم كل التوفيق لما فيه خير أمتنا وشعوبنا، وشكرا جزيلا سيادة الرئيس. شكرا لصاحب المعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكما معالي الأمين العام أخبرت معاليكم هذه الجلسة اليوم جلسة هامة، هناك قرارات هامة سوف تعرض على هذه الجلسة تتعلق بتطورات الوضع.